السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا يعني على المباراة اللي غادي تلعب مع إيران. يعني نقولوا باللي برمجت مباراة ودية بين منتخبين الجزائري والإيران في عاصمة قطر الدوحة، تربصات في قطر، مباريات في قطر. هذه الجزائر أو قطر؟ احنا يقولون هذه الجزائر ولا قطر؟ سبحان الله، هذه الجزائر ولا قطر؟ انتم تعرفوا خير منا، انتم الوطنيين تعرفوا خير منا. انا تما كي كنت نقول لكم باللي عندنا الدوحة عندنا دالي إبراهيم وعندنا دالي دوحة، مانيش غلط انا، يعني ضربك في الهراوة وفي الاخر هنا في البليده وفي السيجار والقاطو والميلفاي والسوالع كلش في قطر، البرود في قطر. كيما الاخرى غينيا استوائيه هذيك اللي ربحتنا حنايا، ربحونا انزير، ربحونا في الحمان، ايا وتونس ربحت غينيا استوائيه في الثلج 50 درجه تحت الصفر، 50 درجه تحت الصفر. اللعابه غي هما المدرب غي هو خسروا بربعه 50 درجة تحت الصفر، اقعدوا تبعوا في المغرب خسرت مع الماريكان، انا غير اديني الكوب دي موند وخسر مع الماريكان ب 19، هذه يسموها مباراة تحضيرية. يعني انتم تقصروا محضرين، تقصروا كبار، تقصروا تعرفوا، اقعدوا تبعوا في المغرب خسرت 4-0، خسرت 3-0، اقعدوا تبعوا في الكاميرون غادي تخسر، اقعدوا تبعوا في ليزافريكا. والناس تحسب الانجازات، شحال كاين انجاز؟ المغرب عندها خمس مشاركات، تونس عندها وقيلا خمسة، السنغال عندها ثمانية. يعني الناس هي تخدم، انتوما قعدوا حسبوا، قعدوا حسبوا مين يخسروا. لا احنا نهار اللي ربح 2010 مشي لعبنا هنا في سان جوي وخسرنا بثلاثة مع سيربيا، كاليفينا كوب دي موند وخسرنا مع سيربيا بثلاثة هنايا، تعقلوا عليها ولا ما تعقلوش؟ راكم عاقلين عليها مش راكم عاقلين عليها؟ إلا مش راكم عاقلين عليها رانا نقول لكم عليها. أنا نطرح سؤال، لماذا دائما مباريات تحضيرية في قطر، تربصات في قطر؟ علاش ما نجوش لهنا للجزائر ونديروا تربص تاعنا يومين ولا ونلعبوا هنايا في إيران؟ على إيران، إيران ما عندهمش طيارات ولا غادي يدخلوا بالجمال؟ يدخلوا من ايران لقطر بالجمال ولا يجوا فوق صاروخ؟ ولا غادي يجوا فوق صاروخ يدخلهم في صاروخ ويرسلوهم؟ لا، ولا عندهم الجمال باش يدخلوا؟ ما عندهمش طيارات ايران، ما ينجموش. حنا عندنا، حنا نروحوا حنايا من طنزانيا 800000 و 80 كيلومتر، 800000 كيلومتراج زيد الرواح وزيد قلع القطر، ايا نورمال. انا نشوفها انورمال. انا نطرح سؤال، لماذا دائما تربصات في قطر؟ لماذا ذا الحب لقطر؟ لماذا ذا الحب لقطر؟ الاوروغواي قالوا لكم ارواحوا، كل وحده الاوروغواي، كل لعب مع الاوروغواي، كل لعب مع الاوروغواي. خويا عندك لي ستاد ما تكذبوش علينا، عندك سان جوي، عندك بليده، عندك وهران، كاين لي ستاد نلعبو فيه تاع وهران، معليش نلعبو في البليده، معليش نلعبو في سان جوي، معليش في الكابيتال نلعبو في الكابيتال، معليش عاصمة تاعنا معليش نلعبو فيها، معليش نلعبو، نعيطو لايران تلعب معانا. كون جات عندنا كورو وحنا فين كورو وحنا كورو وحنا الاوروغواي، كون جات كاين ثقة في النفس كورو وحنا الاوروغواي. فماك مكاش قاسامة مكاش فماك، لازم اللي باي يلعب بنا لازم يجيب قاسامة. ماتش اميكو بين يلعبو لكم جيبو قاسامة، في طول حصلوا في قاسامة. قاسامة نسينا خير، حنايا 2019 الدقيقة التالية حط كوفرو طاهنا مركينا بها بنت. قاسامة نسينا خيره، والله نسينا خيره قاسامة، نسينا خير قاسامة. هذه باش يكون على بالكم، خاطش الناس كيفاش انا نروح نلعب في قطر؟ انا نروح نلعب في قطر، استاد على بال نروحو نمسحو الدو، نقول لكم شاد الدو؟
ادو لي بونج، كل جوار عطوه بونج وعطوه بيدو وشويه ايزيس يخلط، هيا امسحو امسحو الكوب دي موند راهي فيها الغبره، ولا امسحو ذوك لي البولات الكبار هذوك اللي فيهم العلماوه تمسحوهم نقوهم، روحوا نقوهم روحوا نقوهم روحوا نقوهم فماك، روحوا طلقوا الصبابيط سمعت تاع الصباط الصبابيط راهم فماك براسلينهم لي بريزيليا لي زارجنتين لعبوا بيهم طلقوا لهم الصبابيط رخفوا لهم الصبابيط. انا نقولها لكم مع قاطر اللي حبس معليش نلعب هنايا مع قاطر، قاطر عندهم طيارات ما عندهم جود، هي دومونديك تلعب معاك عروه تجيبها لنا خاطر تقول لي بلي احنا كون فماك شو شو كون عرفتوا فاني حاجه حاجه سهله ماهله. جنوب افريقيا جنوب افريقيا تنزانيا جنوب افريقيا نيقوسات معاكم يا خويا، ها ولد الجنوب اي فماك، ها ولد جنوب افريقيا اي فماك، ها ولد جنوب افريقيا دير تربوس تاعك العب الماتش تاعك ال 14 ولا ولا 12 ولا انت تعرف ايا وطلع نورمال كذا بالطريق تاعك، روح ديرك لفرنسا ما تدخلش كاع الجزائر نورمال، روح ديرك روح ديرك ليسكال ديرو في فرنسا ايا تنعاودو نتلاقاو حنا في داري تنعاودو نتلاقاو، هذه هي روح ديرك كاع ما تقارعش كاع ما تجيش انا الجزائر تجي دير هنا، راه كاين كاين الجدري هنا كاين الجدري كاين كورونا هنايا، نقول لك وين نكونوا مليح هنايا مي تبغوا تشوفوا سطات تاع ماراكانا تبغوا تشوفوا الشعب قدامكم، هذا مكان حنا هذا مكان ما ضروك ضروك ما تخصوش ما تخصوش هذا الشعب، هذا الشعب ما اش نديروا به، هذا الشعب اللي نتوما كاع العام ايكيب ناسيونال تاع الشعب واه بالهضره بالهضره بصح الداخل والقلب لا، الداخل والقلب لا، هذه هي إن قصروا علينا احنا شوف شوف مع ساتشي بالك يجيب لك تلات كيران ولا تاع خدامه وتاع اخو يدخل لك يزيد يدخل لك الشعب ويعيط على اسمك، شوف شوف اليوم مع ساتشي شوف عيط ساتشي يقول له يجيب لك كيران ويجيب لك اللعابه تاع اللعابه تاعو يدخلوا للسطاد صغار هذوك دراري صغار هذوك قاعد يدخلهم ويسيبورتو الله اكبر الله اكبر يكبروا يكبروا والله العظيم شوفوا شوفوا معاه شوف كيما كان يدير يدير الكاراس ويدير الماجر يروح يجيب له يجيب له الشعب، انا نقول 40 كار ولا 50 كار يدخلهم، انا نقول شو ما زادشي شوف اي كاع ما كاش على بالكم صوالح راهم يصراو نقولوا بلي دروك ما هي الاسباب ما هي الاسباب ما هي شكون اللي فارض باش نلعبوا في قطر، شكون اللي فارض باش نلعبوا في قطر، هيا قولوا لنا شكون مخلص ايران ولا نتوما اش ما نلعبوش لهنا، على ما تلعبش مع حنا غادي نديرو بريباراسيون تاعنا غادي نلعبو كيما هو اش قال لك خطر ندوى صحابي اش قال لازم غادي نلعبو كوب دافريك، مي قالوا له لوروغواي وقالوا له منو قالوا له قال لهم حنا باين نلعبو في لافريك، قال لهم غادي نلعبو كاليفيكاسيون تاعنا في لافريك ندبرو دي زيكيب منتخبات من لافريك صح، حنا قلنا يا معليش عيطت لك جنوب افريقيا قال لك روح عندنا راك في تنزانيا ادخل عندنا العب، سكتوا الناس سكتت، عيطت لنا منتخب من ايران، عيطت لنا منتخب من ايران روحنا احنا اسيا غادي نديرو تربوس غادي نديرو كاليفيكاسيون تاعنا في اسيا ولا اسيا ولا ايران بيتخلف الثار خاطش ربحاتك في الكوب كوب كاس اسيا ضرباتك بربعه في كاس اسيا مي كنت قاضب قطر ضرباتك بربعه، انا سؤال يبقى مطروح لماذا دائما في قطر؟ هذه باش يكون احنا باغي نعرفوا باغي نعرف حاجه ومن حقي نعرف هذه الحقيقه، لماذا دائما في قطر؟ تربصات يكون في قطر هذه هي مي باش نعرفوا واش كاين واش ما كاينش من حقنا، انا حنا اليوم غادي نربحوا اوغندا غادي تدي ربعه خمسه، ها راهي حنا اللي ربحونا اللي ربحونا تلاقاو مع تونس ضربوهم بربعه، حنا اوغندا نردو الاعتبار نضربو اوغندا نضربوها بربعه خمسه، لازم نفوتو تونس بحبه لازم نفوتو تونس نفوز خاطر علاه الا بقينا نتبعو المغرب خسروا مع الامريكان المغرب في الكوب دي موند راهم في مباريات تحضيريه راهي سيي يسيي الخطه تاعو يشوف في الاخر هيا باش يبدا، هذه هي على هذيك نقول لكم يا ودي اليوم وين يبقى السؤال مطروح وهي من هو
علاش رانا نلعبو نديرو التربوصات تاعنا في قطر ونلعبو في قطر.